كنا عملنا الوحدة دي في الفيديو اللي فات، هنكملها ونخليها مربع جراني. نجيب اللون اللي احنا عاوزينه وهنعمل عقدة البداية. هندخل في راس في البتلة هنا، هندخل هنا في الغرزة دي، هنسحب الخيط وهنعمل غرزة حشو، وبعد كده هرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، واروح للبتلة اللي بعديها على طول في الزاوية، في نفس الزاوية هدخل فيها وهعمل حشو. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واروح على البتلة اللي بعديها على طول، هلف الخيط على الإبرة وهروح برضو للبتلة اللي بعديها على طول في الزاوية اللي بشتغل فيها، وهعمل فيها غرزة عمود بلفة بس مش كاملة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين. تاني هلف الخيط على الإبرة وهدخل في نفس المكان وأعمل غرزة عمود بلفة مش كاملة، هلف الخيط وبطلع من حلقتين. بيتبقى معايا 3 حلقات على الإبرة، هلف الخيط وأطلع من الـ3 حلقات مع بعض. كده احنا بنعمل الزاوية بتاعت المربع. بعد كده هنرتفع 2 سلسلة وهلف الخيط مرتين على الإبرة، وهدخل في نفس المكان وهعمل فيه غرزة عمود بـ2 لفة بس مش كاملة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبسيب حلقتين على الإبرة. تاني هلف الخيط على الإبرة مرتين وهدخل في نفس المكان وهسحب الخيط وهلف الخيط واطلع من حلقتين، والف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين. هيتبقى معايا 3 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واطلع من الـ3 حلقات مع بعض. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، 1 2، وهعمل في نفس المكان 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة، هلف الخيط على الإبرة وادخل في نفس المكان واسحب الخيط والف الخيط واطلع من حلقتين واسيب حلقتين على الإبرة كمان مرة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين. هيتبقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واطلع من الـ3 حلقات مع بعض. كده عملنا اول زاوية للمربع. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، واروح للبتلة اللي بعديها على طول وهشتغل في الراس اللي بشتغل فيها، هعمل فيها غرزة حشو. بعد كده هرتفع 4 سلسلة، 2 3 4، واروح برضو عند الزاوية في البتلة اللي بعديها في الزاوية هنا وهشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الخيط على الإبرة نفس اللي اشتغلته هنا هشتغله هنا في البتلة دي. ان انا هلف بعد ما ارتفعت 3 سلسلة هلف الخيط على الإبرة واروح عند الزاوية وادخل فيها واسحب الخيط والف الخيط واطلع من حلقتين، وبسيب حلقتين على الإبرة كمان مرة، بعمل غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف الخيط على الإبرة وبدخل في نفس المكان واسحب الخيط وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من حلقتين. بيتبقى معي 3 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واطلع من الـ3 حلقات مع بعض. بعد كده بعمل 2 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة مرتين وهدخل في نفس المكان واعمل غرزتين عمود بـ2 لفة مش كاملة. انا بدخل في نفس المكان واسحب الخيط وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من حلقتين، وبلف الخيط كمان مرة وبطلع من حلقتين، وبسيب حلقتين على الإبرة، هلف الخيط مرتين على الإبرة كمان وهدخل في نفس المكان واسحب الخيط
والف الخيط على الابره واطلع من حلقتين والفه كمان مره واطلع من حلقتين كمان، بيتبقى معايا 3 حلقات على الابره. هلف الخيط واطلع من 3 حلقات مع بعض. بعد كده بشتغل سلسلتين وبدخل في نفس المكان واعمل فيه غرزتين عمود بلفه مش كامله، بسيب حلقتين. بعد كده بدخل في نفس المكان واعمل غرزة عمود بلفة برضو مش كاملة، هيتبقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط واطلع من 3 حلقات مع بعض. كده عملت تاني راس تاني زاوية للمربع الجراني بتاعي. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واروح للبتلة اللي بعديها على طول وبشتغل في الراس. هنا بعمل غرزة حشو بعد كده بشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبروح للبتلة اللي بعديها على طول برضو في الزاوية بدخل فيها وبعمل فيها غرزة حشو. بعد كده برتفع 3 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبكرر نفس اللي عملته هنا، ان انا بعمل غرزتين عمود بلفة مش كاملة. بعد كده برتفع سلسلتين، بعد كده بعمل غرزتين عمود ب2 لفة مش كاملة، بعد كده برتفع سلسلتين، وبعد كده بعمل غرزتين عمود بلفة مش كاملين برضو، وهكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر الدور وهرجع لكم تاني. وصلت لاخر زاوية وهشتغلها معاكم. بعد ما ارتفعت 3 سلسلة هلف الخيط على الإبرة وهروح عند زاوية في البتلة اللي بعديها وهدخل فيها وهعمل غرزة عمود بلفة مش كاملة، هسيب حلقتين وفي نفس المكان هدخل برضو اعمل غرزة عمود بلفة مش كاملة، هيتبقى معايا 3 حلقات. بلف الخيط على الإبرة وبطلع من 3 حلقات مع بعض. بعد كده بشتغل سلسلتين وبلف الخيط على الإبرة مرتين وفي نفس المكان بدخل أعمل غرزتين عمود بلف ب2 لفة مش كاملين، كمان مرة بلف الخيط على الإبرة مرتين وبدخل في نفس المكان بيتبقى معايا 3 حلقات. بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات مع بعض. بعد كده برتفع سلسلتين وبدخل في نفس المكان وبعمل 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بقى معايا 3 حلقات. بلف الخيط وبطلع من 3 حلقات مع بعض. وبعد كده برتفع 3 سلسلة وبروح عند أول غرزة حشو عملتها وبعمل غرزة منزلق. يبقى كده خلصنا الدور رقم 4. عملت زوايا للمربع الجراني. بعد كده هرتفع سلسلة وهقص الخيط واسحبه بالشكل ده كده، وهدخل في نفس المكان اللي عملت منه غرزة المنزلقة واجيب اي لون انا عاوزاه. طبعا تدرج الالوان انت حرة فيه بمزاجك. طبعا الخيط ده كله هدخله في الشغل من ورا، هعمل عقدة البداية هدخل في نفس المكان اللي عملت منه المنزلقة واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. هيكون هنا قدامي فراغ الاربع سلسلة اللي انا كنت عملته اول واحد، هدخل فيه واعمل 4 غرزة حشو، 1 2 3 4، يكون عندي هنا فراغ العمود هدخل فيه واعمل غرزة حشو اللي هي الغرزة اللي لوحدها دي، هدخل فيها وهعمل فيها غرزة حشو.
يبقى انا هنا دخلت في غرزة المنزلقة اللي انا كنت قفلت فيها في منزلقة وعملت غرزة حشو. بعد كده قابلت فراغ الاربع سلسلة اللي كنت عملتهم، عملت فيهم اربع حشو. بعد كده قابلت الزاوية اللي انا كنت عاملة فيها حشو وعملت فيها حشو. هنتقل لفراغ التلاتة سلسلة وهدخل فيه واعمل تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، وهعمل هنا في الغرزة اول غرزة دي هعمل فيها غرزة حشو. بعد كده هنتقل لفراغ الاتنين سلسلة وهعمل فيهم اتنين حشو، واحد اتنين. وبعد كده هشتغل في اللي هي غرزة عمود باتنين لفة اللي هو فراغ اللي هو الغرزة بتاعتهم، هعمل فيه تلاتة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة. هروح عند فراغ الاتنين سلسلة وهعمل فيها اتنين حشو، واحد اتنين. هتقابلني هنا غرزة بتاعت اللي هي العمود باتنين لفة، العمود بلفة، هدخل فيها واعمل غرزة حشو. بعد كده هيقابلني فراغ التلاتة سلسلة هدخل واعمل فيه تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة. وهتقابلني الغرزة دي اللي انا كنت بعمل فيها حشو هدخل فيها برضو واعمل فيها غرزة حشو. ده فراغ الاربع سلسلة هدخل فيه واعمل اربع حشو، واحد اتنين تلاتة اربعة. هتقابلني الغرزة دي هدخل فيها واعمل فيها غرزة حشو. وصلت عند فراغ التلاتة سلسلة وهدخل فيه واعمل تلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة. هعمل في الغرزة في الفراغ بتاع غرزة العمود باتنين لفة الأولاني هدخل واعمل فيه غرزة حشو. هتنقل للاتنين سلسلة واعمل فيهم اتنين حشو. هروح عند غرزة العمود باتنين لفة وهعمل فيها تلاتة غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة. هروح عند فراغ الاتنين سلسلة واعمل فيه اتنين حشو، واحد اتنين. هتقابلني غرزة العمود باتنين لفة هدخل فيها واعمل غرزة حشو. وبفضل ماشية بنفس الطريقة، فراغ التلاتة سلسلة بعمل فيه تلاتة حشو والاربعة سلسلة بعمل فيه اربعة غرز حشو، وبشتغل في الغرز الحشو اللي انا كنت بعملها في الدور اللي قبل كده. الزاوية اللي هي بتاعت العمود بتديني اللفة هي الوحيدة اللي بعمل فيها تلاتة حشو، والغرز العادية بعمل فيها حشو عادي، والفراغ الاتنين سلسلة بعمل فيه اتنين حشو. وهفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور، هكمل لآخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وقفلت في منزلقة في اول غرزة حشو عملتها، هرتفع سلسلة في نفس المكان اللي ارتفعت منه السلسلة هدخل واعمل غرزة حشو، وهمشي فوق كل غرزة غرزة حشو. لحد ما اوصل للغرزه اللي في النص اللي هي تاني غرزه سلسله في الزاويه اللي كنت بشتغل فيها في غرزه العمود باتنين لفه، هي اللي هشتغل فيها تلاته غرزه حشو. يبقى انا بمشي فوق كل غرزه عادي غرزه حشو، هنا عند الزاوية بدخل فيها اللي هي الغرزة اللي في النص. انا كنت بشتغل في الغرزة اللي هي غرزة العمود باتنين لفة كنت بشتغل فيها تلاتة حشو، هشتغل في الغرزة اللي في النص فيهم هعمل فيها تلاتة غرزة حشو، اتنين تلاتة.
وهشتغل عادي في كل غرزة هعمل فيها غرزة حشو لحد ما اوصل للغرزة اللي في النص بتاعت الزاوية، هي اللي بشتغل فيها 3 حشو. طبعا لو انتي بتتلخبطي ممكن تعلميها بماركر. وحدة مربع جراني شكلها جميل، ممكن نشبكهم في بعض ويبقوا بطانية أو مفرش سفرة، أو ممكن واحدة ونحطها على الكنبة، نفرشها على الكنبة لو سادة الكنبة تبقى شكلها جميل وبتدي شكل ديكوري جميل. وهنا وصلت عند الزاوية وهدخل فيها وهعمل فيها 3 حشو، 1 2 3، وهدخل فوق كل غرزة وهعمل فيها غرزة حشو عادية. هي الزاوية بس زي ما اتفقنا اللي بنعمل فيها 3 غرزة حشو، ولو انت بتتلخبطي فيها علميها في ماركر اللي هي الغرزة اللي في النص في غرزة العمود ب2 لفة. هفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر الدور، هكمل للاخر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور واقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو. يكون معانا بالشكل ده كده. طبعا لو انت حابة تسيبيها كده بتسيبيها، تعملي وحدات وتشبكيهم في بعض. بس انا هنكمل، هرتفع السلسلة في نفس المكان اللي انا ارتفعت منه السلسلة، هدخل واعمل غرزة حشو، وبعد كده هرتفع 3 سلسلة، 2 3، وهسيب غرزة 2 واروح للسلسلة الثالثة واقفل فيها بغرزة حشو، وبعد كده هرتفع 3 سلسلة وهسيب سلسلة 2، وفي الثالثة هدخل واعمل غرزة حشو، بعد كده برضو هرتفع 3 سلسلة وهسيب سلسلة 2 و3، وفي التالتة هدخل فيها واعمل غرزة حشو، بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهسيب غرزة 2، وفي التالتة هدخل واعمل غرزة حشو، بعد كده هرتفع 3 سلسلة وهسيب غرزة، وفي التانية في الغرزة التانية هدخل واعمل غرزة حشو. يكون معانا بالشكل ده كده. بعد كده برتفع 3 سلسلة وبسيب غرزة 2، وفي الغرزة الثالثة بدخل واعمل غرزة حشو، وهكمل هرتفع 3 سلسلة واسيب غرزة 2، وفي الثالثة بدخل واعمل غرزة حشو. وهرتفع 3 سلسلة بسيب غرزة 2، وفي الثالثة هدخل واعمل غرزة حشو، وبرتفع 3 سلسلة بسيب غرزة 2، وفي الثالثة هدخل واعمل غرزة حشو، بعد كده برضو برتفع 3 سلسلة بسيب غرزة 2، وفي الثالثة بدخل واعمل غرزة حشو، هرتفع 3 سلسلة بسيب غرزة 2، وفي الثالثة هدخل واعمل غرزة حشو، وبعد كده برتفع 3 سلسلة وبسيب غرزة، وفي الثانية بدخل واعمل غرزة حشو، نعد مع بعض. اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7، يبقى بشتغل 7 بنفس الطريقة ان انا بشتغل 3 سلسلة وبسيب غرزة 2، وفي الثالثة بدخل واعمل غرزة حشو، وبعد ما اشتغل 7 مرات بسيب برتفع 3 سلسلة
وبسيب غرزة وبشتغل في التانية وبعمل غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وارتفعت 3 سلسلة وهسيب غرزة 2 واروح عند اول غرزة حشو عملتها واقفل فيها بغرزة منزلقة بعد كده برتفع غرزة سلسلة واقص الخيط الزيادة. كونت معايا واحدة جميلة بالشكل ده كده. طبعا الخيوط الزيادة دي بدخلها في الشغل من ورا. وهذا شكلها جميل وجديدة بالكروشيه. ممكن نستخدمها ان احنا نلزقهم ونعملهم بطانية او مفرش سرير، وممكن نعملهم مفرش سفرة كبير نعملهم وحدات ونشبكهم في بعض. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.